فضيلة الشيخ، أنا عندي خوف من السفر، وهذا الخوف جديد علي، حيث أني كنت أسافر للحج والعمرة، وبعد إصابتي بالخوف يكون عندي رهبة وقلق، ثم أغير الرأي عن السفر بسبب هذا الخوف، فما هو العلاج والدعاء لي بالشفاء؟ هذا وسواس، تخذيل من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان واقرأ الورد عند السفر ولا يضرك إن شاء الله، واعزم عليك بالعزم والتوكل على الله، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.